400 زلزال خلال 6 شهور بس، والمفاجأة ربعهم في دولة عربية واحدة بس. الصفائح التكتونية أعلنت غضبها على العرب، والأرض بدأت تنهار من تحت أقدامهم بعد توقعات المتنبئين بزلزال ضخم في 2024. الدولة العربية خرجت عن صمتها وحذرت من كارثة بتحصل في الأرض. يا ترى ايه حكاية تكرار الزلازل، ومين الدولة العربية المقصودة، وهل كثرة الزلازل إشارة لزلزال ضخم؟ كل ده وأكتر هتعرفوه في الفيديو ده من 5 بالعربي. تقرير صادم نقلته صحيفة الدستور الأردنية عن مرصد الزلازل الأردني قال فيه إنه تم تسجيل 419 نشاط زلزالي منذ بداية سنة 2024، منها 92 زلزال محلي في أنحاء المملكة والمناطق الحدودية المجاورة. المرصد سجل في تقريره حوالي 192 زلزال إقليمي، معظمها حصل في منطقة المحيط الهادي والمحيط الهندي. أما عدد الزلازل البعيدة عن المملكة وصل ل 132 زلزال إقليمي اتركزت كلها في تركيا واليونان وإيران. التقرير الصادر عن مرصد الزلازل الأردني وضح إن الزلازل اللي حصلت داخل المملكة الأردنية الهاشمية اتركزت في مناطق وادي عربة ووادي الأردن وطبرية والمناطق الحدودية المجاورة، بالإضافة لزلازل في البحر الميت وخليج العقبة والمناطق الحدودية الجنوبية المجاورة وفوالق الزرقاء. مرصد الزلازل الأردني قال إن أجهزة الرصد الزلزالي سجلت 13 زلزال في وادي عربة و39 زلزال في وادي الأردن وطبرية والمناطق الحدودية المجاورة، في حين سجل 24 زلزال في البحر الميت و14 زلزال في خليج العقبة والمناطق الحدودية الجنوبية المجاورة. أما مناطق فالق الزرقاء سجلوا زلزال واحد. تقرير مرصد الزلازل الأردني سبب حالة من القلق والخوف عند عدد من الناس بسبب كشفه للعدد الكبير من الزلازل اللي حصلت بس في 6 شهور، حتى لو قوتها ضعيفة أو متوسطة، وخصوصاً مع انتشار توقعات لزلزال ضخم في المنطقة العربية مع بداية 2024. ده غير توقع ليلى عبد اللطيف العرافة اللبنانية لزلزال هيدمر دولة بأكملها. الشبكة الوطنية لمحطات رصد الزلازل في الأردن مقسومة لنوعين من محطات الرصد، الأولى منهم هي شبكة محطات الحركة الضعيفة، وعدد محطاتها 23 محطة بتغطي كامل مساحة المملكة الأردنية الهاشمية، منها 20 محطة أردنية ومحطتين تابعين للمعهد الألماني GFZ، ومحطة تانية تابعة لمنظمة الحظر الشامل للتجارب النووية، وكل المحطات مربوطة على الشبكة الأردنية. النوع الثاني من المحطات هو محطات رصد الحركة القوية، وعددها 19 محطة موزعة على المدن الرئيسية والسدود في المملكة، وده بهدف تسجيل التسارع الأرضي الضروري للتصاميم الهندسية المقاومة لأفعال الزلازل. والمرصد بيستقبل المعلومات الزلزالية على مدار الساعة من جميع محطات رصد الزلازل المنتشرة في جميع أنحاء المملكة للمركز. مرصد الزلازل الأردني واللي موجود في مبنى وزارة الطاقة والثروة المعدنية في عمان تم إنشاؤه في سنة 1983 بهدف مراقبة النشاط الزلزالي في الأردن والمناطق المجاورة لغايات تقييم المخاطر الزلزالية في الأردن وتقدير حجم الأضرار المتوقعة في حالة حدوث زلزال مدمر في المملكة الأردنية الهاشمية.